طابت أوقاتكم. البداية مع العناوين. 4 قتلى لبنانيين في حادث دهس ودياب، فاجعة أصابت لبنان. غدا جلسة قراءة أخيرة للبيان الوزاري، والاشتراكي لن يمنح الثقة. أول إصابة بفيروس كورونا في مصر، ولبنان يحتاط. الثانية والربع بتوقيت بيروت، أهلا بكم إلى هذه النشرة التي تتابعونها أيضا عبر موقع otv.com.lb ومن خلال حساباتنا على مواقع التواصل. مأساة لبنانية في أستراليا. الاغتراب لم يسلم من حوادث الدهس، وهذه المرة 4 أطفال ضحايا سائق مخمور. وكأنه قدر اللبنانيين يلازمهم حتى في غربتهم. فهناك في سيدني الأسترالية كان الشر يتربص بعائلة لبنانية فقدت وفي حادث واحد 4 من أبنائها، شقيقتان، شقيقهما وابنة عمتهم دهسوا خلال عملية ارتكبها سائق مخمور. بربيع العمر سقط الأطفال 4 الذين تتراوح أعمارهم بين 8 و14 عاما بفعل جنون سائق قفز بسيارته على رصيف كانوا يمضون وقتهم في جواره، فما كان بالسيارة إلا أن اصطدمت بهم وأردتهم قتل في وقت أصيب 3. دخل أحدهم في غيبوبة قبل أن تتحسن حاله شيئا فشيئا على ما أفادت وسائل إعلام أسترالية. الوالد دانيال المفجوع بخسارة 3 من أبنائه 6 خرج متحدثا للصحافة من حرقة قلب، داعيا السائقين إلى الحذر أثناء القيادة والأهل إلى محبة أبنائهم لأنهم لا يعلمون ما الذي قد يحدث. Yesterday I lost 3 of my children. I had a cousin Bridget, she lost her daughter as well. I don't know what to say. I'm numb. Probably that's how I feel at the moment. All I just want to say, please, drivers, be careful. These kids are just walking innocently, enjoying each other's company. And this morning I woke up, I've lost 3 kids. But please, just make sure you love your loved ones, your kids especially. السائق البالغ من العمر 29 عاما والذي لم تكشف الشرطة عن هويته سيمثل أمام المحكمة بعدما وجهت إليه 20 تهمة، بينها القتل غير المتعمد والقيادة تحت تأثير الخمر، وذلك إثر الحادث الذي وقع في ساعة متأخرة من ليل السبت في ضاحية أوتلاندز في غرب سيدني. إلى ذلك، وفي سياق متصل كتب رئيس الحكومة حسان دياب عبر حسابه على تويتر قائلا: المأساة التي أصابت أهلنا في أستراليا بخسارة 4 أطفال لبنانيين من بينهم 3 أشقاء آلمتنا كثيرا، وهي فاجعة أصابت لبنان وليس فقط ذوي الضحايا. لبنان يشعر بالأسى، رحم الله الضحايا وألهم ذويهم الصبر. في ساحة الشهداء يوم الإبداع اللبناني، نشاط لمجموعات من الحراك، يطلعنا على تفاصيله الزميل جورج عبود. جورج يعطيك العافية، يعني اليوم ساحة نشاطات فنية متنوعة، حطنا شوي بالأجواء. صح، يعني اليوم العنوان العريض هو للفن بساحة الشهداء، يعني تحت شعار يوم الإبداع اللبناني أكثر من 200 فنان أكان تشكيليين ولا حرفيين ولا جرافيتي عم يعملوا هيدا المعرض. يعني مثل ما عم نشوف بالصور اللي كنا صورناهم، يعني بكل خيمة عم بتضم مجموعة من الرسامين اللي عم بيقوموا بالرسم مباشرة أمام الناس اللي استقطبتها بالساحة، إلى جانب يعني إحدى المنظمات غادة رح تشرح لنا أكثر اليوم شو الهدف من وراء هيدا المعرض. يعطيكم العافية أول شيء. أهلا وسهلا فيكم وشكرا لمتابعتكم لألنا. نحن نظمنا هيدا النهار يوم الإبداع اللبناني، هو أول مرة بيصير من نوعه أنه نجمع هالقد عدد كبير من الفنانين اللبنانيين من كل أطياف لبنان، من الشمال، من الجنوب، من البقاع، من بيروت، من الجبل، كل لبنان مجتمع هون ليأرجي صورة حلوة للبنان، صورة الإبداع، صورة الفن. رسالتنا
هي الثورة فن، وجمالية الثورة بفننا وبإبداعها. نحن عم نترك بصمتنا اليوم، وإن شاء الله يا رب منخرم يعني منفوت على الريكورد تبع الجينيس بوك لنكون حققنا أكبر رقم ممكن من الفنانين مجتمعين. حتى معنا فنانين جايين من برات لبنان، هن اللبنانيين عايشين برا جايين خصوصي ليشاركوا بهيدا النهار الحلو. وسقبنا طقس حلو، الله بحبنا شمسيت. ونحن اليوم كتير عن جد كل الفنانين جايين من قلبهم وجايين عم بيعطوا وعم يبدعوا فعلا برسائلهم بالاشياء اللي عم بيعملوها كلها هيدي. يعني نحن عم نعمل اكبر جداريه انعملت هلا بالساحه، هي خارطه لبنان اللي بتتميز بكل لبنان كله، اللي بيتميز باماكنه السياحيه والمعالم التراثيه وكل شيء مميز من مغارات وقلاع واماكن سياحيه بلبنان لنبرز لبنان جميل للعالم كله. Good luck. ميرسي. او نحن بروجرامنا كتير طويل، حنبلش برسم مباشر مع فنانين كبار كمان بيقرجوا تكنيك كتير حلو وقوي على المسرح. بنرجع كمان مع حتى عنا الفنون الفولكلورية، فنون الرقص، فنون الغناء، كمان عنا أغاني وطنية حلوة كتير كمان عم تطلع الليلة. ونحنا كلنا بدنا إياكم تكونوا معنا على السماء وعم بتشوفوا فعلا إبداعات الشعب اللبناني. شكرا لكم، أهلا وسهلا. Thank you. يعني اليوم فنانين إذا بدي فوت بالبرنامج الفني ما ذكرتوا مين؟ بدنا نخليها مفاجأة ولا فينا نسمحها؟ لا بدنا نخليها مفاجأة لتتابعونا. لا عنا فنانين كبار حيشاركوا معنا بإذن الله. ميرسي. كمان جورج رح أخد أحد الأشخاص من المنظمين. اليوم كنا عم تشرح لي شو دوركم من أول الحراك. نعم. فينا نخبر العالم شوي تواجدكم كيف عم بيكون اليوم؟ أول شيء نحن نشكركم على التغطية الإعلامية اليوم. نحن صوت من صوت الشعب اللبناني الطموح اللي حابب التغيير للأفضل وللأحسن ويقدم كل شيء حلو لبلده، فتحركنا دائما عم بيكون بوجه سلمي عكس اللي عم يتم يعني محاولات مندسين أو شغب بتحركات السلمية. بالتالي هذا الشعب كله مقهور من كل الفئات ومن كل الأحزاب ومن كل الناس أنه في مطالب مفروض تتحقق للشعب ليكمل، وهذا حق مشروع. إنما الخطوات اللي دايما عم بتكون لنظهر لبنان بأحلى حلة ونشجع على أنه هالبلد هيدا دايما بينفض الغبار والرماد عنه بكل سنة وبكل استحقاق. اليوم نحن الدعوة للجميع أنه كل لبنان هو وطن واحد، ما في تفرقة بين منطقة ومنطقة. هيدي الرسالة الأساسية، وحتى العالم لتعود الثقة بلبنان وبوجه الحضارة. فاليوم أي عمل مميز من هيدا بياخد الإطار السلمي، ما بيودي لخينة الشغب ويصير فيه مثل ما عم بيصير بالدول الثانية. فنحن اليوم كمان عم ندعي ليكون في أكثر من هيك، نكون أمام كمان عم أطلقنا مبادرة فيها استكمال للمشروع الوطني الإنمائي اللي هو لكل المناطق اللبنانية، بيحكي عن قطاعات إنتاجية مثل الزراعة، الصناعة، السياحة لتشجيعها، ونحط كلنا بإيدنا بإيد بعض كلبنانيين. ما يحكي طائفية، ما يحكي سياسية، يحكي عن جد بإنماء لأول مرة. فياريت نحن منكون كلنا إيد واحدة ونقدر نوصل لهالصوت. يعني اليوم في ناس عم تنظلم من مستقلين ومن ناس عندهم مبادرات كانت فنية أو كانت اقتصادية أو إنمائية عم تكون عم تروح شو بقولوا الوحيش بظهر الصالح. ونتشكركم أكيد على هالمرة. نعم جورج، يعني مثل ما رح نشوف بعدسة الزميل جون خوري، يعني الخيام موضوعة وتحت كل خيمة عم بيكون في رسامين تشكيليين عم يشتغلوا، وحتى في نحاتين مشاركين بهيدا المعرض. وأكيد مثل ما ذكر لنا المنظمين هيدا النهار رح يختتم بسهرة وطنية، عم يتحفظوا مين المطربين رح يشاركوا فيه. نعم. أكيد نحن رح نكون متواجدين بساحة الشهداء للتغطية خلال هيدا النهار. جورج، كل التوفيق لك زميل جورج عبود، وإن شاء الله بتستمتع بالنهار من ساحة الشهداء.
أكد البطريرك الماروني الكاردينال ماربشارا بطرس الراعي أن الطعام الذي يقدمه المسؤولون السياسيون هو تأمين الخير العام الذي منه خير جميع المواطنين وخير كل مواطن، وذلك من خلال الاعتناء بمجمل أوضاع الحياة الاقتصادية والاجتماعية والإنمائية والسياسية عبر المؤسسات الدستورية وهي رئاسة الجمهورية ومجلس النواب والحكومة. وقال الراعي خلال ترأسه قداس أحد تذكار الكهنة في كنيسة السيدة في بكركي أنه لا يحق للسلطة مواجهة المطالب السلمية المحقة بالعنف والحكم البوليسي، كما لا يحق للمطالبين تخطي الأصول الدستورية. على كل هذه الأمور تحاسب السلطة السياسية وتساءل وفقا لمبادئ الدستور، فلا يحق للسلطة مواجهة المطالب السلمية المحقة بالعنف والحكم البوليسي، كما لا يحق للمطالبين تخطي الأصول الدستورية. لفت نائب أمين عام حزب الله الشيخ نعيم قاسم إلى أن الانتقادات والاعتراضات على الحكومة هي فقط من أجل الانتقاد والاعتراض، مشيرا إلى أن من لا يريد قيام الدولة ولا الحكومة انكشف، وعلينا أن نستمر في السير وعلى الحكومة أن تلتفت تماما إلى الأولويات. وقال الشيخ قاسم: نحن نسأل الحكومة أن تنجز بحسب إمكاناتها وقدراتها وما هو متاح في لبنان، وأن توسع اتصالاتها الإقليمية والدولية من أجل أن تحمي خيارات لبنان المستقلة والاقتصادية، وهذا سيكون محل مراقبة. مضيفا: نحن نتأمل أن تكون هذه الحكومة خطوة مهمة على طريق الاستقرار السياسي والاستقرار الاقتصادي، يجب أن نعمل معها وأن نعطيها الفرصة المناسبة. أعلن عضو اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبد الله عبر الأنباء أن نواب اللقاء الديمقراطي لن يمنحوا حكومة الرئيس حسان دياب الجديدة الثقة، وهم سيكونون في موقع المعارضة البناءة والمسؤولة، مؤكدا أن لا رهان كبيرا على الحكومة، لكن لا يمنع ذلك من أعطائها الفرصة للحكم على أدائها، مشيرا إلى أن ملفات كبيرة تنتظرها وعليها أولا اتخاذ إجراءات سريعة للجم التدهور الحاصل على مختلف الأصعدة. وردا على سؤال حول إعادة إحياء تحالفات سياسية جديدة، أكد عبد الله أنه لا يوجد توجه من قبل الاشتراكي إلى إعادة إحياء انقسامات عمودية مثل 8 و14 أذار. أعلن نادي قضاة لبنان أن إجراءات تعيينات وتشكيلات قضائية عامة شاملة تعيد الثقة إلى السلطة القضائية أصبح أمرا ملحا من أجل إطلاق ورشة الإصلاح فورا لإنقاذ البلد. وأضاف في بيان: ضرورة أن ترتكز الورشة على معايير شفافة يكون فيها هم وضع القاضي المناسب في المركز المناسب هو الأساس، إضافة إلى عدم الاكتفاء بملء الشواغر بل استرداد المراكز الأساسية التي تولت السلطة السياسية في السابق إلاءها إلى غير أهلها، وتعيين فيها من هو أهل لها على أن يكون بعيدا عن أي تبعية سياسية، مع عدم نقل الشعلة من قضاة تحوم حولهم الشبهات إلى مشتبه بهم آخرين، لاسيما متى كانت مراكز هؤلاء بيدها إطلاق ملاحقة الفاسدين ومحاسبتهم. وأكد نادي القضاة في لبنان وقوفه خلف مجلس القضاء الأعلى في جهوده الرامية إلى هذا الهدف كي يستعيد القضاء الفعالية في محاسبة جدية دونها وادة تعيد بناء الدولة. مصر تسجل أول إصابة بفيروس كورونا والضحايا في الصين إلى أكثر من 300، فيما العالم مستنفر على وقع إجراءات صارمة للحد من انتشاره. أعلنت السلطات الصينية أن عدد الوفيات المؤكدة في البلاد من جراء فيروس كورونا المستجد ارتفع إلى أكثر من 304 بعدما أودى هذا الفيروس التنفسي المميت خلال الساعات 24 الماضية بحياة 45 شخصا إضافيا، جميعهم في مقاطعة هوبي بؤرة الوباء في وسط البلاد. وقالت لجنة الصحة الوطنية أن الساعات 24 الماضية سجلت أيضا 2590 إصابة جديدة بالفيروس التنفسي المميت، بينها 1921 إصابة في مقاطعة هوبي، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمصابين في عموم البلاد إلى أكثر من 14 ألف شخص.
وخارج الصين، ارتفع عدد الدول التي وصل الوباء إليها إلى أكثر من 20 دولة، وآخرها كان في الساعات الماضية جمهورية مصر، حيث كشف المتحدث الرسمي لمنظمة العدل والتنمية زيدان القنائي عن ظهور أول حالة إصابة بفيروس الكورونا، ولفت إلى أن السلطات المصرية فرضت إجراءات صارمة على كافة المطارات بمحافظات شمال وجنوب الصعيد لمنع تفشي الكورونا داخل مصر، خاصة بمطارات الغردقة والأقصر. في وقت نفت وزارة الصحة القطرية تسجيل أي حالة إصابة بالفيروس كاشفة عن الاشتباه ب 25 حالة بالفيروس ما بين قطريين وجنسيات أخرى جميعها سلبية باستثناء حالتين لا تزالا في الحجر الصحي بانتظار النتائج الأخيرة، مبينة أن أغلب الحالات هي لأشخاص قادمين عبر رحلات من الصين أو مروا بها خلال السفر. وفي السياق الاحتياطي في الدول العربية، علقت أخيرا هيئة الطيران المدني العمانية الرحلات بين عمان والصين اعتبارا من اليوم، في وقت أعلنت المملكة العربية السعودية استقبال 10 طلاب سعوديين بعدما أجلوا من منطقة ووهان الصينية، وذلك عبر طائرة خاصة تكفلت بها الحكومة، موضحة أنه تم نقل الطلاب برفقة طواقم طبية متخصصة إلى سكن مناسب جاهز بالكامل لهم تتوفر فيها العناية الطبية الكاملة، حيث سيعزلون احتياطيا لمدة أسبوعين للتأكد من سلامتهم وإجراء جميع الفحوصات المخبرية لهم للاطمئنان عليهم لضمان عدم انتقاله لأشخاص آخرين. هذا وتعهدت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون بتقديم الدعم لإيواء 1000 شخص عادوا من بؤر انتشار، مؤكدة أنها تعمل مع وزارة الصحة للتعامل مع خطر الفيروس. وفي السياق، أعلنت منظمة الصحة العالمية أن معظم البلدان ستكون مجهزة لكشف فيروس كورونا خلال أسبوع. إلى ذلك كشف المصرف المركزي الصيني أنه سيضخ 1.2 تريليون يوان أي 173 مليار دولار في الاقتصاد لدعم جهود مكافحة فيروس كورونا المستجد الذي يتوقع أن يؤثر سلبا على النمو في البلد الآسيوي العملاق. وأعلن بنك الصين الشعبي في بيان أنه سيطلق العملية الاثنين بعد انقضاء عطلة رأس السنة الصينية التي تم تمديدها جراء انتشار الفيروس، مشيرا إلى أن الخطوة تهدف للمحافظة على سيولة معقولة ووفيرة في النظام المصرفي وعلى سوق عملات مستقر. وفي سياق متصل بالإجراءات للحد من كورونا، منعت وزارة الداخلية العراقية دخول جميع الزائرين الأجانب القادمين من الصين بسبب مخاوف من الفيروس المذكور. إلى ذلك شددت السلطات الإسرائيلية إجراءاتها الرامية للتصدي لفيروس كورونا بمنعها أي أجنبي زار الصين خلال الأسبوعين الماضيين من دخول أراضيها. وكانت إسرائيل منعت جميع الرحلات الجوية الآتية من الصين من الهبوط في أراضيها بسبب مخاوف من انتشار فيروس كورونا المستجد الذي ظهر للمرة الأولى في كانون الأول في مدينة ووهان وسط الصين، علما أن عدد المصابين بلغ وحتى اليوم أكثر من 12 ألف شخص في الصين وخارجها، بينهم ما يقارب 300 لقوا حتفهم. جامعة الدول العربية اجتمعت في الساعات الماضية وخرجت بموقف رافض لصفقة القرن. عضو مكتب العلاقات العربية والإسلامية في حركة حماس علي بركة علق على البيان الختامي عبر أخبار المساء من الأو تي في. طبعا نحن نرحب ببيان الجامعة العربية برفض صفقة القرن الأمريكية ودعم الموقف الفلسطيني الموحد، لكن من خلال كلمات بعض الوفود العربية وجدنا هناك تراجع لدى هذه الدول، حيث أن بعض وزراء الخارجية العرب طرح أن تكون مبادرة ترامب أو صفقة ترامب هي أساس لعملية تفاوض جديدة. نحن نرفض هذا الموقف من بعض الدول العربية، ونؤكد على ضرورة دعم الموقف الفلسطيني ورفض صفقة القرن ودعم صمود الشعب الفلسطيني حتى يستطيع أن يسقط هذه الصفقة. نحن لا نطالب الدول العربية أن تعلن الحرب على الكيان الصهيوني الآن، نحن نطالبها أن تقف خلف الموقف الفلسطيني الموحد، أن ترفض الضغوط الأمريكية، وأن تدعم صمود الشعب الفلسطيني. نعم، اليوم شو رأيكم بكلمة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس؟ كلمة الرئيس عباس فيها نقاط إيجابية مهمة، خصوصا رفض صفقة القرن ورفض اعتبار القدس عاصمة موحدة للكيان الغاصب، وإصراره على أن
يعيد يعني اللحمة الفلسطينية ورفض أي ضغوط خارجية أو أن تكون صفقة القرن هي أساس لعملية سلام جديدة. طبعا نحن نطالب الرئيس عباس بخطوات عملية على الأرض. نقلت وكالات أنباء روسية عن متحدث باسم الكرملين قوله إن خطة السلام في الشرق الأوسط التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تتناقض مع عدة قرارات للأمم المتحدة. ونقلت الوكالات عن المتحدث ديمتري بيسكوف قوله: نرى رد فعل الفلسطينيين ونرى رد فعل مجموعة كبيرة من الدول العربية التي وقفت بجانب الفلسطينيين في رفض الخطة، هذا يبعث بالطبع على التفكير في جدواها. في النشرة ولكن بعد الفاصل. نتابع في النشرة: ناشد المزارعون الحكومة والمعنيين إعادة زراعة الشمندر السكري في البقاع ووقف استيراده، وأشاروا إلى أن إعادة زرع الشمندر يخفف إنتاج على الزراعات الأخرى ويحسن أسعار الإنتاج ليصبح كافي للسوق المحلي. كل المزارعين عندهم حلم يرجع الشمندر، هذا حلم، وفيك تبرم على 500 مزارع عندهم حلم يرجع الشمندر، لأنه بيعمل لهم بيرجع بيعدل لهم شوي مستوى الحياة تبعهم بس يكون بشمندر. وتاني شيء الشمندر سعره معروف، يعني بيكون محدد، فالمزارع ما بيكون عنده مخاطرة كتير، وبس يكون في شمندر بتتعزز بقية الزراعات. نحن اليوم عم نطالب بإعادة زراعة الشمندر السكري وإعادة إحياء معمل الشمندر السكري بالبقاع الغربي بالبقاع ككل، لأنه هو تعتبر زراعة الشمندر مثل زراعة التبغ وزراعة القمح مدعومة من الدولة اللبنانية، يعني أي محصول يتم شراؤه. وهذا الشمندر السكري كان يقوي حوالي يعيش من وراه حوالي 1500 عائلة بقاعية. يعني من الأهمية كتير أنه ينعاد ينزرع شمندر يتأمن دخل للمزارع، والدولة كمان بدل ما تستورد السكر من برا بيكون في إنتاج للسكر يغطي قسم من حاجات السوق المحلي. هيئة العقورة في التيار الوطني الحر تكرم مراسلتي الاو تي في لارا الهاشم وجوال بويونس. التكريم أتى على خلفية ما تعرضت له المراسلات والمراسلين خلال تغطية تظاهرات 17 تشرين الأول، لأنهما كانتا مثالا للإعلام الجريء والحر والملتزم، ولأنهما تعرضتا لأبشع أنواع العنف اللفظي والمعنوي بسبب عملهما ونقلهما لوقائع ما يجري على الأرض منذ تظاهرات 17 تشرين الأول. كرمت هيئة العقورة في التيار الوطني الحر ابنتي البلدة الزميلتين لارا الهاشم وجوال بويونس المراسلتين في قناة الأو تي في، في حضور عضو تكتل لبنان القوي النائب سيمو أبي رمية ونائبتي رئيس التيار الوطني الحر مي خريش ومارتين نجم كتيلة وحشد من الفعاليات. فكروا أنه التعرض لإلكم هو عم يتعرضوا أولاً للتيار الوطني الحر، وثانياً فكروا عم يتعرضوا من خلال التيار الوطني الحر لمؤسس التيار الوطني الحر اليوم يلي هو رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون. فشروا انه الاو تي في تنطال. اولا هو تكريم للاعلام، الاعلام المحترف المحترم الموضوعي الملتزم، واكيد جوال ولارا بجسته بمهنيتهم وبعملهم كل هالصفات. كرمتوا التيار وكرمتوا العقورة بالاحتراف المهني وبالموضوعية لما غطيتوا احداث الثوره. من هلا ورايح نحن مثل ما قالت زميلتي مارتين منا مكسر عصا لحدا، ومن هلا ورايح ما بقى رح نسمح لاي انسان يطلع على اي منبر اعلامي يحمل ورقه ويتهمنا بالفساد. يلي له عنا شيء بيتفضل يروح على القضاء بياخذ حكم ضدنا وبيرجع بحسبنا. فعل وبكل مصداقيه هالفخر شفته وعشته، انه مثل كأن العقورة رجعت على اصالتها.
وكانت للمكرمتين كلمة أشادتا فيها بمهنية وموضوعية الأو تي في وبأنهما لم تخضعا لأي ضغوط. الأو تي في أنا بالنسبة لي هيدي كانت من أصعب التغطيات، مع أنه كنت قبل مغطية اشتباكات عسكرية بلبنان وبرا، بس هيدي الفرق بيناتهم أنه برا بيكون واحد حاطط حاله اختياريا بخطر، بينما هون نحن مع ناس مثلنا مثلهم بنتقاسم معهم نفس الهموم ونفس المشاكل ونفس الطموحات للبنان شو لازم يكون، بس الفرق يمكن بمقاربة سياسية أخرى. إذا الصحافي ما بيكون مستفز وجريء بأسئلته فلشو يكون صحافي؟ أنا حقي أسأل، قلت لهم شو عمل لجوعكم؟ ما كانوا يجاوبوني، مشان هيك لقبت بالمستفزة. مش ميشيل عون اللي هو أنظف إنسان بتاريخ لبنان هيك بينقال عليه، مش اوعى تفكروا شي مرة جبران باسيل قالنا دافعوا عني أو قولوا أي كلمة، ولا مرة طلب جبران باسيل. لفتة هامة وبادرة جميلة من هيئة العقورة في التيار لتكريم من تعرضتا لأبشع أنواع الضغوط، على أن لا ننسى أبدا كل مراسلي ومراسلات الأو تي في مع رفض التعرض للإعلام عامة. نتابع النشرة ولكن بعد الفاصل. نتابع في النشرة مع الأخبار الإقليمية والدولية. يصل وزير خارجية الاتحاد الأوروبي إلى طهران الاثنين وفق ما أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي في ظل تجدد التوتر بين الغرب والجمهورية الإسلامية بشأن ملفها النووي. وقال موسوي في بيان صحفي أن بوريل سيصل غدا إلى إيران للمرة الأولى منذ توليه منصبه في مطلع كانون الأول، ومن المقرر أن يلتقي وزير الخارجية محمد جواد ظريف ومسؤولين بارزين آخرين لإجراء مشاورات. ولم يدلي موسوي بمزيد من التفاصيل بشأن موعد وصول بولال أو مدة الزيارة. دعا زعيم التيار الصدري في العراق مقتضى الصدر إلى تشكيل لجان في المحافظات لإعادة الدوام الرسمي للمدارس وفتح الطرق، مشددا على ضرورة إرجاع الثورة إلى انضباطها وسلميتها. ودعا الصدر المختصين إلى الإسراع في البدء بذلك، مواجها النصيحة إلى القوات الأمنية بمنع كل من يقطع الطرقات، وعلى وزارة التربية معاقبة من يعرقل الدوام من أساتذة وطلاب وسواهم. أرسل الجيش التركي تعزيزات جديدة إلى الوحدات التركية المنتشرة على الحدود السورية. وأوضحت وكالة الأناضول التركية أن قافلة تعزيزات تضم دبابات وناقلات جند مدرعة وصلت وتمركزت في قضاء محاذي لمحافظة إدلب السورية. وتشهد مدينة إدلب السورية معارك بين الجيش السوري وجبهة النصرة، أحرزت على إثرها وحدات الجيش السوري تقدمها بمحاذاة مقطع خنشخون معرة النعمان من الطريق الدولي. وسيطرت على بلدتي أرمانيا ومعر حطات بريف إدلب الجنوبي الشرقي. أخيرا، لقي 20 شخصا على الأقل حتفهم في تدافع بكنيسة إنجيلية كانت تقيم مراسم في باحة في شمال تنزانيا وفق ما أعلن مسؤولون. وقال مفوض المنطقة في بلدة موشيا الواقعة شمالا لوكالات أنباء، حتى الآن قضى 20 شخصا، لكن حصيلة القتلى يمكن أن ترتفع نظرا لوجود جرحى. النشرة انتهت. للمزيد تابعونا دوما عبر فيسبوك وتويتر. إلى اللقاء.